أبدأها من إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا قادرة على صنع 2 مليون مسيرة سنويا إذا توفر التمويل الكافي، وأضاف بأن أوكرانيا أجرت اختبارا أوليا لصاروخ باليستي محلي الصنع. ما هي التطورات الأخرى في أوكرانيا؟ اعتقدت أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكنني أردت أن يقوم المجتمع بتقييم هذا الأمر. وشعبنا الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في شركات الدفاع، لقد تم إجراء اختبار إيجابي لأول صاروخ باليستي أوكراني. أهنئ الصناعة الدفاعية لدينا على هذا الإنجاز، لكن لا يمكنني مشاركة أي تفاصيل أخرى حول هذا الصاروخ. من جهة وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مطالب أوكرانيا للغرب بالسماح لها بتوجيه ضربة في عمق روسيا بأسلحة غربية بأنها ترقى إلى مستوى الابتزاز. وقال لافروف أيضا بأن روسيا تعدل عقيدتها في مجال الأسلحة النووية، وبأنه من الخطر أن تلعب القوى النووية الغربية بالنار بحسب تعبيره. مطالبة نظام كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى ابتزاز، محاولة للتظاهر بأن الغرب يريد تجنب التصعيد المفرط، وهذا في الحقيقة خداع، فالغرب لا يريد هذا ويلعب بالنار، وهذا واضح للجميع. من المهم إدراك أن لدينا عقيدة، بما في ذلك عقيدة استخدام الأسلحة النووية، والتي يجري حالياً إعادة النظر فيها، وهي عقيدة يعلم بشأنها الأمريكيون جيداً. في التطورات الميدانية، رأس وزير الدفاع الروسي اجتماعا للتنسيق الأمني بالمناطق الحدودية. إلى ذلك صرح قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيرسكي بأن روسيا قللت من نشاطها في الجنوب مع سحب قواتها إلى كورسك. وتزامنا مع هذه الأنباء، أضاف أيضا بأن القوات الأوكرانية تتقدم في كورسك وتسيطر على 100 بلدة حتى الآن. أما في الجبهة الأخرى أي بوكورسك، أوضح بأن روسيا تزيد من عدد قواتها في هذا المحور، وشدد أيضا على أن الوضع على الجبهة صعب للغاية، لا سيما وأن روسيا تحاول تعطيل طرق الأمداد الأوكرانية. من جهة أخرى، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن محطة كورسك للطاقة النووية تعمل في وضع قريب للغاية من الوضع الطبيعي، لكن رافائيل غروسي قال بأنه شاهد أثار ضربات الطائرات المسيرة في محطة كورسك، محذرا من خطر وقوع حادث نووي. What I've seen is that the station is operating. بحسب ما رأيت، فإن محطة كورسك للطاقة النووية تعمل في وضع قريب للغاية من الوضع الطبيعي، وبعد زيارتي شاهدت آثار ضربات الطائرات المسيرة في محطة كورسك للطاقة النووية، وزيارتي ترتبط بقرب العمليات القتالية منها وخطر وقوع حادث نووي. معنا مشاهدينا من موسكو مراسل العربية عبد الجواد رشد. عبد الجواد، تطورات الميدانية بطبيعة الحال وآخر تصريح لزيلينسكي حول موضوع الاختبار الصواريخ الباليستية واحتمال استعمالها بالداخل الروسي، كيف يعني ردت اليوم روسيا على هذا الموضوع بعدما سمعنا تصريح لافروف؟ في الحقيقة الأيال يعني الخارجية الروسية على لسان لافروف تتحدث اليوم بأن استخدام صواريخ من طراز ستورم شادو على سبيل المثال هو لعب بالنار في الداخل الروسي، على ما يبدو طبعا من تطور الأعمال الميدانية التي تظهر في تقارير وزارة الدفاع من تصريحات القادة العسكريين في كورسك، بالإضافة إلى علاء الدينف وهو قائد فرقة أحمد الشيشانية في تلك المناطق الحدودية، على ما يبدو بأن موجة هذه الضربات والتحركات العسكرية من قبل الجانب الروسي مرتفعة نوعا ما، خاصة مع وصول غروسي اليوم إلى محطة كورسك ووقوفه على منطقتين سقطت فيها مسيرات أوكرانية في القرب من المحطة. طبعا بيان وزارة الدفاع تطرق للعديد من الأمور اليوم، تحدث في أبرزها عن اصطياد بعض الآليات العسكرية وتحييد بعض الجنود الأوكرانيين، لكن طبعا الوضع في بلغراد هو ما يقلق الشارع اليوم ليال. في الحقيقة طبعا تصريحات غلادكوف وهو حاكم بلغراد الذي تحدث عن سقوط أو محاولة الجانب الأوكراني الوصول إلى 3 قرى في بلغراد يعني كانت خلال الساعات 24 الماضية، وتكثيف الجانب الأوكراني من ضرباته على تلك المناطق. الإحصاءات الرسمية تتحدث عن 91 ضربة أوكرانية، إما طبعا بضربات صاروخ
صاروخية أو مسيرات أو عبوات ناسفة، ما أدت إلى قتلى وجرحى وإصابات في المباني والمنشآت الحكومية. لذلك طبعا الوضع هو ساخن على الحدود من جهة في بلغراد ومن جهة في كورسك وبريانسك ونقاط أخرى. ليال عبد الجواد، تابعنا توقيف مالك تيليجرام في العاصمة الفرنسية والاتهامات التي تحدثت عنها السلطات الرسمية الفرنسية، أيضا كان هناك رد من موسكو على هذا الموضوع، هل هناك أي تطورات حول الإجراءات التي ستتخذها موسكو بخصوص هذا التوقيف؟ ليال، يعني بداية لعل أبرز هذه التصريحات الروسية كانت على لسان الدوما، وهي كانت الأشد على لسان فولودن عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قال بأن واشنطن تقف خلف هذه العملية لعدم تمكن الاستخبارات الأمريكية من الوصول إلى تيليجرام. الملف طبعا مخفي كثيرا بما يخص الهدف من صاحب أو مالك تيليجرام، لكن طبعا أنباء هذا الموضوع تنتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حديث الساعة. لكن طبعا يمكن الحديث حتى هذه اللحظة بأن تطبيق تيليجرام ما زال يعمل بشكل عبد الجواد يعني بشكل معتاد، وحسب تقارير ليال أن هذا التطبيق لن يؤثر عليه اعتقال أو توقيف صاحبه. هذا ما كنت سأسأل عنه، بما أنه كل يعني التداولات الداخلية، وحتى هناك تقارير عن أن تداولات يعني بالمؤسسة العسكرية وبين الرسميين يستعملون تيليجرام، توقيف مالك تيليجرام هل له أي تأثير على عمل التطبيق، على احتمالية أي خرق ممكن أن يحصل بالتطبيق؟ طبعا ليال، يعني هنا تكمن المخاوف. بداية طبعا اسمحي لي، يعني نحن نلاحظ بأن تيليجرام ما زال يعمل طبعا حتى هذه اللحظة، ويعني وكافة المجموعات هي متاحة من داخل الأراضي الروسية، لكن لا يخفى على أحد بأن تطبيق تيليجرام توجهت إليه أعضاء الحكومة والمؤسسات والوزارات منذ بداية العملية العسكرية، طبعا بعد خروج أنباء تتحدث عن مراقبة واتساب بشكل كبير. لذلك هنا الكثير من المجموعات السرية، هناك الكثير من المجموعات التي تنقل أخبار العملية العسكرية وغيرها، ما زالت طبعا في هذه يعني في هذا التطبيق تستقبل وترسل مقاطع الفيديو، الأخبار، الأنباء، التفاصيل حول ما يحدث، الفعاليات، كلها في تيليجرام. ليال، شكرا لك عبد الجواد رشد مراسل عربية، حدثنا من موسكو.